عملية التطور الذي حدث في البرنامج النووي الإيراني كان يعني يعتمد على عملية تخصيب اليورانيوم وزيادة عملية العمل على الاحتفاظ بالموارد الانشطارية. الآن مخزون التخصيب اليوراني وحسب آخر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه أصبح 4744 كيلوغرام من التخصيب مادة اليورانيوم، بزيادة عن شهر إشباط يعني قبل 3 إلى 4 أشهر بزيادة عن 983 كيلوغرام. إذا هناك خلال 3 أشهر أكثر من 1000 كيلوغرام، يعني ما يقارب 1000 كيلوغرام. إذا ماذا ننتظر نهاية هذه السنة؟ هناك متابعة، لذلك قيل أنه هي 23 مرة زيادة عن الحد المسموح به باتفاق 2015. المتابعين للشأن الإيراني يعلمون جيدا أن الإيرانيون عندما يصعدون بهذا الجانب، يعني إذا لديهم غاياتهم وهي تكون لتحقيق مسارات سياسية يستطيعون أن يديمون بها المشروع الإيراني. المشروع الإيراني قائم ومستمر بغض النظر عن أي اتفاقيات تكون في المنطقة. لماذا؟ لأن الإيرانيون سيعملون على دفع ومساندة حلفائهم وشركائهم من الفصائل المسلحة أو الميليشيات المدعومة في الأقطار العربية التي يتواجدون فيها، عبر دعمهم عبر أن دعم هذه المساعدة داخل مؤسسات الدولة التابعة لهم وتحقيق مصالحهم من خلال اشتراكهم في العمليات في العملية السياسية لكل بلد. تتحقق هذه المصالح ليس على حساب إيران، وليس إيران هي اللي تدفع، وليس إيران هي، وإنما المؤسسات السياسية التي يعملون بها ومؤسسات الدولة التي ينشطون فيها، بس أن لا يكون خارج إطار دعم منظومة المشروع الإيراني في المنطقة. إذا هذا الأساس. فماذا تعمل إيران؟ إيران الآن عندما رأت أن هناك موضوع التخصيب في اليورانيوم، ماذا سبق هذا الإعلان؟ سبق تطورات، يعني هناك علاقة ما بين الإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تطورات سياسية، زيادة الدعم والتنسيق الروسي الإيراني، زيادة عن حجم عملية مساهمة الطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية الروسية، وإعلان روسي إعلان أوكراني أنها استطاعت أن تسقط أكثر من 80% من هذه الطائرات حسب ما يقوله وتقوله المصادر الأوكرانية، لكن هي تريد أن تقول أن الدعم الإيراني موجود وأن الطائرات المسيرة بدأت تلقي بتأثيراتها داخل المعركة. 2، جاءت أيضا بعد قيام الجيش الأمريكي بعد أن وصول معلومات عن تطور في البرنامج النووي الإيراني ووجود مخابئ سرية للاحتفاظ ببعض المواد التي تساهم في عملية إنتاج القنبلة الذرية في مخابئ داخل منشأتين نوويتين داخل إيران، فعرضوا القنبلة الكبيرة والتي تزن أكثر من 12000 كيلوغرام، وهذه تستطيع أن تضرب بعمق 60 متر الأراضي الأرض، وهذه معناتها ستضرب وتستطيع أن تضرب أي مخبأ سري داخل الأرض أو تستهدف أي مفاعل أي نشاط لمفاعل النووي. ولذلك إيران تقول، نحن هناك معلومات تقول أن المخابئ كانت بعمق 100 متر وليس 60 متر، فإذا هنا ستبتعد عن هذه القنبلة التي الكبيرة التي نشرها الجيش الأمريكي وما لبث أن سحبها. هاي رقم 2. رقم 3، نأتي إلى التطور الآن في مواجهة الصاروخ ومواجهة الوكالة الذرية الطاقة الذرية. ماذا فعل الإيرانيون؟ أعلنوا عن قيامهم باختبار صاروخ مداه أكثر من 2000 كيلومتر وسمي خيبر، ويستطيع أن يحمل رأس حربي بوزن 1500 كيلوغرام. إذا نحن عندما نتكلم عن هذه التطورات العسكرية وهذه التطورات السياسية، جاء التطور الدولي وهو البيان اللي صدر عن مؤتمر دول السبعة التي عقد في العاصمة في مدينة اليابان هيروشيما. عندما هذا ماذا قال؟ أشار إلى موضوع مهم جدا وهو موضوع نزع السلاح النووي وعدم السماح لإيران بتطوير عملية تخصيب اليورانيوم أو الاندفاع بموضوع الأسلحة النووية، وكذلك برنامج الصواريخ التي تراها من الأمور المهمة. هذه الأمور من ينظر إليها؟ ينظر إليها الفاعل السياسي
أو الشخصيات السياسية داخل الإدارة الأمريكية. طيب أستاذ